احتياجات، بس احنا للاسف ما بنقولش كلمه احتياجات. هو طول الوقت بيبقى فيه خناقه دايره ما بين الراجل ما بين الست. انا عايزه، انا ما بتعملش اللي بيرضيني، انا عايزك تقول لي كلام حب، انا عايزك تخرجني، انا عايزك تصرف عليا، عايزه 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 عايزه. ويجي الراجل الناحيه التانيه، انا عايز ست معايا في البيت. ايه انا باجي الاقيكي نايمه، انا عايز ست، انا عايز نظافه، انا عايز حاجتي، انا عايز انا عايز انا عايز. النهارده يعني ايه الاولويات؟ اولوياتي في الحياه ايه؟ الحاجات الاولويات كست اقدر اعيش بيها حياه سعيده. ونفس الحكايه الراجل. اوكي، لفظ اولويات معناها ان الاحتياجات اللي اهم من الاحتياجات التانيه. تمام. اوكي. اللي مثلا احتياجات اساسيه فهتاخد اولويه على الاحتياجات الثانويه مثلا. يعني احنا كلنا بنتربى في البيوت اللي احنا بننشأ فيها، بتتلبى عندنا احتياجات وبتتلبى عندنا احتياجات غير ملباة. يعني مثلا انا كان نفسي في الامان في بيتنا، بس بيتنا ما كانش فيه امان. حصل انفصال، كان في مشاكل دايما ما بين بابا وماما، فبقى احتياجي للامان حاجة مهمة. مثلا انا كان احتياجي ان انا ماما كانت دايما هي اللي سايقه البيت وهي بتعمل كل حاجه، فانا عايزه اطلع زي ماما. فانا محتاجه ان انا اسوق مثلا. انا نشات في بيت كان دايما في بابا مش موجود خالص، انا محتاجه زوجي يبقى موجود. لان احتياج تواجد الاب الذكوره في النظام العائلي ما كانتش موجوده. مثلا بابا كان شغله في الخليج، في الجيش، مسافر، فالبيت كان محتاج راجل، وانا دايما حاسه بعدم الامان لان بابا مش موجود مثلا. فده هيطلع عندي احتياج ما كانش متلبي في الطفوله، فانا هكون دايما عايزه راجل يبقى متواجد. فلو هي تزوجت راجل عنده احتياج للحريه مثلا، كانت مامته وبابا قافلين عليه جامد جدا افتراضا يعني. فانا عايزه ابقى حر بقى، اروح اخرج واجي والعب مع اصحابي كوره بعد الظهر، واروح على القهوه واخلص شغلي واطلع اروح الجيم واعمل واسوي انا عايزه ابقى حريه. وهي محتاجه مين؟ محتاجة الراجل يبقى في البيت اللي مثلاً، هو بالنسبة يعني لها من أولوياتها، أولويات الأمان. أولويات الأمان، وهو من أولويات المهمة عنده الحرية، لأنها كانت مكبوتة جدا مثلا. أيوة. في النظام الأسرة الحياة بتاعه. فهنا بيحصل حرب الاحتياجات دايما، ودايما العلاقات بيحصل فيها الاحتكاك القاسي ده في الحرب دي. لأنه نمرة واحد احنا مش داريانين قوي باحتياجاتنا، لا راجل ولا ست. نمرة اتنين مش داريانين بأولويات احتياجاتنا ولا راجل ولا ست. ولما بنيجي نتخانق مع بعض علشان نلبي الاحتياجات ما بنستعملش الأسلوب الأمثل في إن احنا نتواصل سوا. بنتهم بعض فبنقفل بعض. بنجرح في بعض فبنشرخ بعض. وأحياناً الشرخ ده بيجي يفتح جرح الطفولة القديم عندي وعنده. حاجات كتير قوي محتاجة انها نتوعى بيها، عشان كده احنا بنشتغل في الوعي قبل ما نروح نعمل يا اما ارشاد اسري او قبل ما نتجوز اصلا. محتاجين حاجات كتير قوي محتاجين نكون عارفينها. طيب يعني انا كلامك جميل جدا يعني، ومدام ساكتة يبقى بفهم.